الموجودة لرمضان الجاي، تشتركون بإذن الله وتستمتعون ببرامجنا. عندي شيلة لشاعر وراوي أرسل لي إياها قبل كم يوم، وأخذ منكم الإذن يا جماعة نسمعها السادة المشاهدين. هذا الشاعر والراوي عبد الرحمن اليابس أبو عبد الله، عنده له شيلة سامرية وحلوة، ودورت لها لحن. أمس كنت وديني أسمعه أبو عمر عبد الحميد النويشر ولا أمدى، لكن لعله يسمعه معنا عبر البث. يا سليمان شفت رسم رسم العالم، يا سليمان شفت الرسم شفت العالم، مستكنا الضماير بيحتها الرسوم، يا سليمان هيد لا تزيد الملام، لا تلوم المعنى طالبك لا تلوم، يوم شفت الصغيرة عدت 20 عام، جددت وسط قلبي مرمسات الحلوم، شفتي للصغيرة اللي تعدى الفطام، بيحت من ضميري خافيات العلوم، رمش خلي وعينه ضحكة وابتسام، شوفها يبهج الخاطر ويجلى الهموم، لو تبدت قمر 20 وقت التمام، من محاجير عينه نافذات السهوم، كل شيء خلقها الرب فيها تمام، شكلها نادر ولا بقول معدوم، هي غلاي وملاذي رغبة وانسجام، زولها قد معيني كل دولها قد معيني، سلوتي كل يوم علي يسقي ديار الزين وبلا الغمام، علها كل عام مدل هم الغيوم، علي يسقي ديار العرض عام وعام، دافق رافق صيف وتتلى الوسوم. سلامتكم سلامة من يسمع ويشاهد. ما شاء الله. الله شاء الله. ايش الفخامة هذه؟ سم؟ ايش الفخامة؟ من بعض ما عندكم هذه القصيدة جملت الشيلة. اي والله صح لسان الشاعر عبد الرحمن اليابس الله يبيض وجهه. الأداء جميل. الله يسعدك ويجزاك خير.